اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تسجيل الخروج على تطبيقكم إيمو. نقوم بالضغط على تطبيق إيمو، بعدها سنقوم بالضغط على الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط على الأمان الحساب، بعدها سنقوم بالضغط على تسجيل الخروج، من ثم سنقوم بالضغط على تسجيل الخروج. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتسجيل الخروج. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.